إلى جميع الطلاب الأحباء في كل مكان وزمان، الله يعطيكم ألف عافية. درس اليوم: How to correct a run-on sentence. أوكي، في شيء باللغة عم نحكي هلا بالنسبة لقواعد اللغة الإنجليزية، في أمور كتير كتير مهمة كتير حلوة وهي بسيطة الحياة، والتلاميذ أحيانا إذا ما فهموها بتشكل لهم عائق ومشكلة بأنه يقدروا يبنوا على هالقواعد اللي عم يدرسوها أكتر وأكتر. أوكي، هودي بصفوف معينة، أكيد في أساتذة اللغة بيشرحوا هالموضوع بصفوف، والتلاميذ لازم يكونوا فهمانينه بشكل واضح جدا. أنا بوعدكم أنه كل درس حيكون الشرح مميز حلو واضح ولا أسهل من هيك. وإذا أنتوا عندكم أي سؤال بليز لا تترددوا أعتذر عن أنه تتواصلوا معي وتقولوا لي وتسألوني، وأنا مستعد جاوب على أي سؤال تسألوني. أوكي، لنبتدي. شو هي run-on sentence؟ هي الحقيقة جملتين نعتبرهم independent sentences، بيقولون يعني جمل مستقلة، يعني كل جملة لحالة إلى معنى واضحة. لنشوف: The battery was dead on my phone. أنا عم أقول بطارية كانت ميتة على التلفون تليفوني، خلصت جملة واضحة. وأنا عم أقول لحدا أي متكلم The alarm didn't go off. الألارم مضى. لكن هن كل جملة مستقلة واضحة بمعناها، بس لما عم أقولهم مع بعضهم هيك نقطة بنقطة عم بنهيهم، مش هيك اللغة، لازم أقولهم بطريقة متماسكة حلوة وبوصل الجملتين ليعطوا فكرة كاملة واضحة. يعني شو المقصود؟ مقصود أنا عم أقول الحقيقة أنه Because the battery was dead on my phone, the alarm didn't go off. لأن البطارية كانت ميتة على تليفوني، الألارم مدق. الألارم منبه مدق. صارت واضحة، فكرة حلوة من جملتين، بس فكرة كاملة. لأنه هذا هو المقصود. ما المقصود يكون في جملتين، المقصود يكون فكرة كاملة. مش هيك؟ هيك بنحكي بكل اللغات. هيك؟ أو فيني قلبها The alarm didn't go off because the battery was dead on my phone. الألارم مدق لأنه البطارية كانت ميتة على تليفوني. لكن في طريقتين، إذا بلشنا أكيد because بدنا نحط قامة، إذا حطينا because بنص الجملة وصلنا جملتين بصير ما في داعي للقامة للفاصلة. أوكي؟ لكن انتبهنا ما أجملون؟ أوكي؟ بتمنى أنه الدرس كمان أكيد هيدا مهم جدا، ودوه لأصحابكم، ودوه لرفقاتكم، خلي التلاميذ بالعالم العربي كله والناس اللي بتحكي لغة عربية وين ما كان بالعالم يسمعوا شرحي، لأنه أنا بوعدكم ما حتلاقوا شرح أفضل أحلى وأسهل وأفضل. نعم، نحن نتحدى. أوكي؟ كمان اللي لحد هلا ما عمل بعد سبسكرايب، please do subscribe and don't forget to hit that notification bell. هذا الجرس رينغ رينغ، كمان كليك عليه لحتى يوصل لك أي فيديو بعمله يكون أنت من الأوائل اللي بيوصلون الفيديو. أوكي؟ So you guys take care of yourselves and I'll be talking to you real soon. Bye bye for now.